فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، هل يجوز أكلها إذا جهل حالها؟ إذا كانت مستوردة من بلاد غير كتابية فلا تحل بالإجماع، لأن ذبائحهم حرام. إذا استوردت من بلاد كفار غير كتابيين فهي حرام، لأنها ذبائح مشركين. وأما إذا استوردت من بلاد كتابية فإذا كانوا يذكونها على الطريقة الشرعية فهي حلال، إذا علم أنهم يذكونها على الطريقة الشرعية فإنها حلال بنص القرآن، وإذا علم أنهم يذكونها غير الذكاة الشرعية فإنها حرام، هذا بالإجماع. كما لو ذكاها مسلم بغير الذكاة الشرعية لا تحل. إذا جهل الأمر ما يدراهم ذكوها ذكاة شرعية أو ذكاة غير شرعية، هذه الورع تركها والاحتياط تركها، قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.